ديالك. اسمي محمد اعراب قفطان معلم سوق الحريه دخل ديال باب جوج. كاين حاجه مزيانه الجلاب كنهضر كلشي كاين الحمد لله، كان اقبال كان كلشي الحمد لله، كان اقبال زوين وكلشي هو هذاك الحمد لله. حسبنا داك العام في فات بعدا حنا جالسين اللهم لك الحمد دابا بخير الحمد لله، كلشي داز كلشي هو هذاك، كان اقبال الناس. واش ها في عيد الفطر فاش كيشريو الناس ما لا لا كلشي العيد الفطر العيد الفطر وفي الصيف تما على حسب العراسات اللي حلوا العراسات والعيد الكبير تا هو تما كاين الحمد لله كيكون القضاء بخير الحمد لله. اثمنا قوال على جهد وكاين من 400 درهم 500 جلاب، كاين الجلاب كاين القناضر اثمنا مناسبه كلشي كاين. الجلاب اللي كتبيع واش منتوجات محليه ولا منتوجات مستورده؟ لا لا من منتوج محلي، كنشوف التوب في راسنا وكنخدمو على يدينا مخدومين بليد عمر الموضه. تشوف الموضه دابا تشوف كلشي قبل كاين ديال بصح الحمد لله اللهم لك الحمد. كيف رسالة المغاربة بخصوص عيد الفطر؟ عيد مبارك سعيد، كنتمنى لكم يدخل لكم الصحة والسلامة.